كنكمل اصاحبتي او لا ماما شو تقول هذا شو تعمل كيشوف هكا شكون غادي يعادلي انت اللي معايا ها هي بنيتي ها هي ديري ناري شوف شو كاينه شوف شوف لا ولا ولا فيا ماما انت السلام عليكم لافامي كي دايرين لاباس عليكم كي دايرين مع الصحيحه مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بغيت نشكركم على التعاليق ديالكم في اخر فيديو لقيت بلي الناس بزاف تفاعلوا معاه وبزاف الناس كاينين اللي تعايروني على قبل حيت قطع شعري كيحسب لهم قطع شعري صح انا راه هادشي كله غير دايره لكم نتوما برانك بغيت نضحك معكم بغيت وشفت ردات الفعل ديالكم نتوما وشفت ردات الفعل ديال عائلتي كامله وبالنسبه للفيديو ديال اليوم معايا خالتي خالتي مرحبا بك بخليك الله يحفظك ونجيك السلام عليكم شخباركم الحباب كي دايرين مع الصحيحه لاباس عليكم اللهم لك الحمد الحمد لله خالتي راك مروره يخليك الله يحفظك وينجيك بنتي بالنسبه للفيديو ديال اليوم انا وخالتي الا شفتوا معايا خالتي راه كاين شي براك يعني ما عندناش فايده بالنسبه لخالتي دابا شنو درتي عطيتها تنشر حويجات صيفطها اتفقنا انا وخالتي نشر الحوايج اتفقنا صباح في التليفون واتفقنا زعما شنو غادي نديرو بالنسبه لليوم غادي ندير واحد البرانك فائزه ام انا راه قبيله كنت معاها مشيت باش صوت شريت خديت نظاظر اليوم وجيت معاها للدار وصافي خالتي ديجا انا متفقه معها داكشي دابا خالتي لهاتها ودابا ان شاء الله غادي نديروا لها واحد البرانك اللي خطير 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 خلوها البنات خطير خالتي عجباتها الفكره وكنتمنوا زعما كنصدق لينا مع فائزه كنتمنوا انها تصدق لنا خالتي ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير ودابا خليكم معايا غير نفيكسي التليفون ونشوفوا فين غادي نجلسوا وديك الساعه نبداو البرانك ديالنا السلام عليكم تبارك الله عليكم وما حنايا دابا خالتي دارت لي الزيف المهم نتوما غادي تعرفوا شنو هي الفكره طاهري سعيد حل حل الله يعطيك الصحه فائزة هذه بطاطا مسطعة سبحان الله العظيم يا خالتي صباح ويلي ويلي نجيب لك مشطة هذه مصيبة هذه جميلة ماما جميلة ماما عندها السواد ما سديتش لا بابا ما سديتوش علاش؟ ما سديتوش بالسواد سديتو بالسكروم اي سكروم؟ والله هو صافي تات الصباح وطلع سدو خالتي ويلي هادشي بزاف 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 ويلي منين جاك هادشي ما عرفت خالتي فايزه وقيله بانت لي كتفكر وعلاش كدير راسك على راسها فايزه فيها هادشي فايزه ما تبقيش تحطي راسك على راسها عاد شنو خالتي لقات راسها كاين ويلي ويلي الكمولات ويلي صافا الله العظيم هاو غادي هاو غادي سرسوب ويلي ويلي خالتي خالتي شنو هادشي صافا الله العظيم فايزه بدا يدير الزيف راني مشطات الدار وراني شي سطيله فيها مويها وراني بدا نكرط لها فك الدبن بزاف ولا الصيفيه واش انت هي كديري راسك على راسك انت خرجتي هذا الشيء قالت لي انا قالت لك فيك الجمال قبيله واش كنا جايين انا والله ما فيها شي جمال اش حتى كتحك والله ما فيها شي جمال انا والله قلت الحكايه اللي قالت لي شوفي خالتي قالت لي شوفي خالتي كتحك حتى انت دابا كياكلك هذا الشيء خالتي كلاني داك الشيء قلت لك شوفي ليها شحال قالت لي وانا مالي فيه جيبي اش قلت لي امي انا عادي واش فهمتي ديك الحاجه وانا مالي في الكمال سمعت هذا البلاصه هذيك البلاصه اللي تتصوبوا فيها مبحطين لي في الصالون مالكم انا ما كنتش ناويه واش حتى كتحك وانا نقول لها راه نشوف لك راسك يا الله انا يا جاني فيك انا الكمال اش هي والله قبيله قبيله كنتي كديري ليا راسك وكتحكي جاب راسي انا ولكن قبيله قالت لي شوف يا خالتي قالت لي شوف يا خالتي وانت شكون غادي عاديري انت اللي معايا ما نمشي معاك انت اللي معايا غادا معايا قبيله انا والله ما فيا القبيله خ... ما خالتي واش هدا لا واش دابا كتهضر بصح لا لا انا عاديتك لا صح فائزه هي جات 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 قبيله خالتي شو 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 خالتي وانا مالي فيها شوفي مع من تسقات شنو دارت اويلي انا جابني فيك تقولي لي انا اللي عاديتك انت اللي عاديتي فيا لا طيفي لا طيفي لا طيفي شنو واش عمري كان فيا القمل انا عمري كان فيا القمل وانت خالتي شوفي شوفي خالتي شوفي شوفي خالتي شوفي شوفي ولكن شوفي القمل كيبان من البعيد عرفتي قبيله فاش كنا جالسين قالت لي شوف شوف خالتي كتحك
فاش كنتي كديرها؟ لا والله ما كنحك انا الحمد لله. كنتي كديرها؟ والله ما كنحك بالله العلي العظيم وزيدوا انا ما فيا والو. لا 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 درت البوندا ماما ماما واش مليت انا غادي نكرط لي فيك وانا يجبني انا خدمت لا كنطيش على عاداتي دابا ما عادتيش لي شعري انا يا فائزه فك الجمل بقاي بعيده ما بقاش انا رفقه فيا. لا لا علاش درت لي خالتي فلي ماما واش مليتش وما هذا بابا فيها جيبي 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 مصيبة هادي. لا كنحيدو من الصالون علاش كديري لها في الصالون؟ مالي في راه كملي خدمتي انت انت كتنعسي دابا غادي نمشيو سكينه واش سمعيني سمعيني متعصبيني انا اللي متعادين دابا سمعني ديك الدواء الدواء ديال كاين واحد الماء دواء غادي نشقق لها به شقق لها ولا دير لها داكشي ديال جيبي المشطه على غير كنتي ما تنتي انت يا كرطي لا ما فيها شيء لا فيك فائده لا والله ما فيه شي حاجه هلا فك الجربة سكينة ويلي واش منيش كنتي انا يا عمي ما كترضيش راه عندي هاد النهار كتحلف بالله الا انت اقسم بالله العلي العظيم ما كنحس بشي حكا ولا شي حاجه الشامل القبل قبل القبل ما جانيش وانا صغيره عادي يجي وانا كبيره ما كنعرف حتى حد ما كنتلصق حتى حد صوبي لا صوبي لا جيبي طاسه فيها الماء طاسه طاسه فيها الماء جيبي معايا قبيله قبيله كنتي كتحبي وجيبي مشطات القرن سير سير وجيبي داك السير داك اللي فحال السيرو وهو راه الدواء ديال هذا هذيك البوماده اللي كيديروها نوضي انا فين نعرف هادشي يا سيدي انا تنظن الحاجه الحل الوحيد هو يقرعوا اويلي اويلي راه من الشدر عندها حتى هو الشدر يتقرع الصبر الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ قبل صاحبتي اويلي ماما شو تقول هذا شو تقول قبل صاحبتي اويلا ماما شو تقول هذا واش متعصبينيش انا قبل ولا شمن المرض مكمل انتيا وقالت كشافت بعينيها قالت قبل ما يلصق فيها قالت لك راه ما فيها شي حاجه شحال هي كتحك نفضي يدك نفضي يدك كيفاش نفضي ضربني وبكاس ضقني واش كامل كيمس صافي سكينة نجي نلصق فيها بيا ما تقولي لا ما كنضحكش بزاف علاش غادي نضحك جيبي انا فيك جيبي انا فيك فائزة شد شي درتي ليا ملي كنا جايين قبيله شكون كيسكر انا شعري انت اللي لاصقه ليا في شعري صاحبتي ماما شوفي اش كنديري ليا هكا انا مع صافي ها شو اللي صار واش عاديتيني في الاخر شدي شدي ويلي طحت الا كان فيها ويلي ويلي انت اللي فيك خالتي حيد حيد ويلي كيتسرب عليا هيا بنيتي هيا هيا بنيتي هيا ويلي 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 هيا هيا واش انا فيا القلب هيا 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 شاهي غادية غادية يا بنيتي غادية غادية يا واش طيحونا غادية فائزة غادية غادية لا واش بصح انا فيها ايه غادية تلصقتي فيا والله تلصقتي فيا والله تلصقتي فيا سكينة بالله العلي العظيم والله تلصقتي فيا القمل بالله واش هي هي عادية عليا هو هي شفتها غادية غادية كبيرة وغادية هي طاحت ولكن انا ما كنحكش ولكن اش كتحطونا انت في الصالون بصحتي ولكن راه مزيان مزيانة اللي كبيرة كيفاش كنتي في الصالون كدير هادشي؟ لا انا كندير تزييف انا دايرة لها زويف وكنهبط لها فيه ويلي ويلي واش مشيتي واش داري ليا شي حاجة؟ علاش كتفضلنا في الصالون انا سكينة؟ فايزة انت اللي عاديتيني وكتقولي انا اللي دايرة عليك واش داري لنا شي حاجة؟ دابا داري لنا شي حاجة فايزة في الصالون كندير انا شي حاجة اللي كنعرف ندير ما ندير انا ديري لي الكمل في راسي كون كنت نعرف ما ندير كون ندير ملتك انت هي اللي كديرو فيا حتى تنبدا نبكي انا ما كنعرف ما ندير صافي تبلينا دابا بالقمل ماشي مشكل كبير اما الصغير هو اللي خايب الكبير دغيا كيهبط ديري المشطاط القرن ديري المشطاط القرن هذيك راه خصك بنيتي الزيف بيض ديري ناري شوفها سكينة شوفها شوفها لا ولا ولا فيا والو انا كديروها بيها كديري هادشي كنت كنضبو كنت كنضبو واش جبتي لنا والله انت جبتي لنا والله انت كنكذبوا والله انت كنكذبوا والله انت كنكذبوا والله ما فيا بالله تما بالضبط ما شدتني الحكه والله داري لي شي حاجه لا تما بالضبط لا والله تديري لي شي حاجه حق ديال بصح والله تديري لي شي حاجه لقيت حنايا غنديروا فين غنديروا في الصالون والله العظيم انا كنظن شي قريه تجيبوه يبقى ينطيب القريب والله تديري لي راه هو انا والله ما فيها شي حاجه ما عصبتوني نوضي طلعت شريت صبينة بطيت صبين اللي كان والله ما فيها شي حاجه والله كتقول لك هي ملي كنا جايين قبيله كتلصق فيا خطيره انت شكون هاد الفكره قالت لي خالتي اجي نديرو يلاه شوف
انا ما عرفت فاش تبليت حالتي كي دايره والله الا حشومه بلا ديما مبعد ليني علاش ديما ما كتخليش فوق علي بي كملوا بغيت نفهم لا اختي اش نكملوا انا كتقولي اولا دابا انا اول حاجه كنشوف ماما الصالون اللي كتقولنا ما تدخلوش ليه كدير فيه القمل والاخرى كتسوس القمل في الصالون وعادي جاتها لا تما فين ما صرعتوش ما كتصرعوش المقاليد ما كتصرعوش ما كتصرعوش واحد انت كتفرش ما كتصرعو شنو هو اي في المقلب وفي الصالون وفي القمل دغيا تلقاو دغيا لا والله حتى جات لي الحكه والله حتى جات هي العضو ما تجيبو كتحسي اه دوي عليها والله هي دوي عليها الله يستر هذه وتبدك ايوا الحباب ديالي انا ما كنعرف مقاليد ندير ولكن لي سكينه قالت لنا نديرو هاد الفائزه احنا درناها ودغيا عرفتنا كنديرو تحيه لعمي من بعيد كي ايا كيدوي ما الا ساعدنا عرفتو ديرو والو ايوا الحمد لله عليك انا عرفنا قالك ما عرفناش المهم درناها فيك المهم درناها فيك ايوا فايده كيفاش ملي الله عرفتي فيها لا دابا انا منين دخلت ديك الساعه ما عرفت والو لانه كانت ماما كديرها الطريقه ملي كنا صغار وهذا وبعض الناس في العائله كانت تدي لهم هذه القضيه وفكرتني فهكا وسكينه يعني جاتني عادي يعني الام ديالها ثاني كتقلب ليها وداكشي قلت يمكن تتفلي لها شعرها ولا شي حاجه من بعد سكينه اللي عصبتني كتقول لي بلي انا اللي سقت فيها هادشي وانا زعما ما كنحس بتا شي حكه ولا تا شي حاجه الحمد لله وكيفاش عاوتاني اللي دخل لي الشك هي حاجه واحده الصراحه ملي كنتو في الصالون قلت واخا كديرها في الصالون ماشي مشكل ولكن باش سكينه تنفض الزيت في الصالون وتجي ماما عادي هذه هي اللي دخلت لي فيها الشك تما عرفت شي حاجه كاينه ومقلب فكره زوينه وكاين ما صرعتوش حيت ما كايناش واحد تفضحنا وصافي فضحتنا انت الاخر عاد عاقت بينا المهم في الاول ما عقتي بوالو يا الله يلا برافو عليكم وبغينا نوصلوا لسكينه 100 كباش دير لنا شي دردر خطير ان شاء الله وتبارك الله عليك وتحيه للناس ديال سكينه تبارك الله عليكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ما تنساوش تدخلوا حتى عند خالتي على انستغرام وعند فائزه عندي حتى انا كنحبكم الله يحفظكم